اعترف المشتبه به في تفجير وسط مدينة ليون وجنوب شرق فرنسا، وهو التفجير الذي وقع في 24 من الشهر الجاري، ما تسبب في إصابة أكثر من 10 أشخاص بجرح. قدم المتهم الاعترافات أمام محققي مكافحة الإرهاب، حيث قال إنه صنع عبوة ناسفة ووضعها وسط مدينة ليون، كما اعترف بأنه بايع تنظيم الدولة الإسلامية. المشتبه به جزائري، وهو طالب يدرس الكمبيوتر، واعتقلته الشرطة في 27 من الشهر، كما تم احتجاز والديه وشقيقه في وقت لاحق للتحقيق.